تنطلق على بركة الله هذا الشوط الخاص بالأبكار وتندفع إلى أسماء في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 في هذا السباق المحلي الثالث وبداية المرحلة الثانية مع سن الكبار. ونتابع المقدمة هذه أمزون فهد بن غصين العرجاني مع مقدمة الشوط شعارة يتواجد بينما المركز الثاني صواب محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بينما الذي خطف من شعار محماس بن سعيد الشيبة المري مع عزم. هذه اللي انتقلت الى مقدمة الشوط عزم والمركز الثالث تبقى مزون فهد بن غصين العرجاني مع ثالث المراكز بينما المركز الرابع اشوف مذخورة سالم بن محمد بن علي بن دوحة مع المركز الرابع وخامس المراكز يندفع في هذه اللحظة في هذا التحدي في هذا الوجود لشعار المهندي. هذه مصيحة علي بن سند وهذه زاهية وهذه متعة الثنايا والشعارات العمالقة الكبار بإنجازاتها بسجلاتها الحافلة. هنا زاهية غانم بن منصور بن غانم الخيارين ينتزع كعادته دائما ينتزع الصدارة. زاهية غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين يفوز بهذا الشوط. المركز الثاني الظبي علي بن حمد بن مقارح المري. المركز الثاني وصلت الظبي علي بن سعيد بن سالم الاكتبي. والمركز الرابع مذخورة سالم بن محمد بن علي بن دوحة. وخامسا وصلت الظبي محمد بن سعيد بن محمد آل ابو سعيد الخيارين. إذن اللحظات الحاسمة يحسمها شعار غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع زاهية التي فازت بهذا الشوط. أهنيه الناموس بمنصور. والتوقيت الزمني الذي سجل معها 9 دقائق 34 ثانية 40 جزءا من الثانية توقيتها الزمني. المركز الثاني 9 دقائق 34 ثانية 72 جزءا من الثانية هي الظبي لعلي بن حمد بن مقارح المري. المركز الثالث وصلت الظبي علي بن سعيد بن سالم الاكتبي توقيتها الزمني 9 دقائق. أربعين ثانية 58 جزءا من الثانية تهانينا والناموس لكل الفائزين. شوط جديد ومتعة جديدة.